قال رئيس جامعة القاهرة دكتور محمد عثمان الخشت أن التصنيف الذي خرجت منه الجامعة خرجت منه أيضا جامعات هارفارد وأكسفورد وكامبريدج وستانفورد وطوكيو وبكين لعدم مصداقيته. وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية وتتقدم على جامعات عالمية كبرى في التصنيفات العالمية المرموقة، كما تتفوق على عدد من جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا. وأوضح الخشت أن الجامعة تفوقت في 8 تصنيفات عالمية، كما حققت تقدما غير مسبوق في التصنيفات العالمية المرموقة، واحتلت موقع الصدارة على مستوى مصر ضمن أفضل جامعات العالم، محققة قفزات مئوية في أكثر التصنيفات، وتقدمت في بعض التصنيفات 7 أضعاف.